ايه رايك الناس بقى اللي عندها مشاعر بس بتبخل بيها، او شايف يعني خلينا نغير الجمله نقول الست اللي ممكن تعاقب الزوج بشح المشاعر، هل ينفع ده يبقى عقاب؟ اكيد لا. اي طريقه فيها عقاب بين الزوج والزوجه بالطريقه دي هتؤدي الى الطلاق في الاخر. ليه؟ وهتؤدي الى الخرس الزوجي، وبعدنا احنا كده عن الموده والرحمه في كل ديننا بيقول ده، وكل الاديان السماويه بتتكلم في العلاقات الانسانيه والمحبه. بالعكس انا عندي طريقه تانية، انا بدي حب وبدي عطاء عشان احرج اللي قدامي مش العكس. ليه يتكسف على دمه؟ وحتى لو متكسفش عندي مبدا في الحياه، وده بقول لاولادي عامل ربنا ما تعاملش البني ادم، حتى لو هو انا اقول يعني ممكن الفت نظرك اقول لك على فكرة ما أنا زوجة والحياة مش بامبي وبيحصل خلافات أكيد، صح. يعني إحنا مش سي وسي وسي وبتشوفونا في الصور وكده لطف أكيد الله، إحنا زوج وزوجة طبيعيين أكيد، وعندنا مشاكل في الحياة وبنختلف وبنزعل وكل حاجة، بس هي طريقة الاختلاف بنختلف إزاي بنزعل إزاي. يعني أنا أما يبقى في موقف في علاقتي بزوجي في تنشن، انا عمري ما تنشن ولا عمري اعاقبه ولا عمري اديله بوز، ولا بالعكس ده نسيبه يهدى خالص. ايوه خالص ايوه، ويتعمل له كل حاجه على اكمل وجه. ماشي التقيل جاي واضح كده، تقيل قوي جاي اطلاقا والله. امال ايه؟ في لحظه لطيفه ممكن اعاتبه عتاب لطيف، على فكره انا جرحت من تصرفي فلان، انت انا اتضايقت من اللي انت عملته ده، هو انا مره عملت كذا كذا كذا، ايش يا كده اقسم بالله واساله من والله في منتهى الشياكه. اوكي انا بحييكي، لا بجد والله انا بحييكي بجد، يعني منتهى الرقي والله منتهى الرقي، يعني ده بنصح ولادي بيه وبنصح كل اللي داخلين على جواز راجل او ست على فكره، صح. يعني اي طرف انت هتلاقي طرف عصبي، مش لازم الطرف التاني يبقى عصبي، صح، نشد ونرخي، واخد بال حضرتك؟ لا، لو زوجك عصبي امتصي عصبيته في اللحظة دي، لأنك لو دخلتي معاه بندية العلاقة هتتأثر ومش بترجع تاني كويس. كم سنة جواز؟ أي حاجة فيها كحكة ما شاء الله، أي حاجة فيها كحكة. بص إيه، ثلاث خمسات، خمسين ونص، 55 سنة جواز. طيب إحنا كده كنا بنسخن 30 سنة على